مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. في أشغال اليوم الثاني من منتدى تونس للاستثمار، توقيع اتفاقيتي تعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والبنك العالمي لتمويل إنجاز مشروع الرواق الاقتصادي. غدا إمضاء محضر اتفاق تونسي ليبي، إعادة فتح معبر راس جديرة الحدودية، وفي النشرة عودة على تفاصيل الاتفاق. أكثر من 1,500,000 حاج يستكملون اليوم طواف القدوم بمكة المكرمة استعداداً لبدء مناسك الحج والتوجه لمشعر منى غداً لقضاء يوم التروية. الاحتلال الصهيوني يكثف عملياته العسكرية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة ويعلنه منطقة عسكرية مغلقة. في إطار أشغال اليوم الثاني لمنتدى تونس للاستثمار، تم اليوم توقيع اتفاقيتين بين وزارة التجهيز والإسكان والبنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشروع الرواق الاقتصادي الذي سيربط بين ولايات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. وأكدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري في تصريح لنافيسة حسني أن القيمة الجملية للمشروع تقدر بنحو 1,475 مليون دينار، ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال في النصف الثاني من سنة 2025. الرواق الاقتصادي هذا هو الطريق الوطنيه 13 اللي باش يتم التوسعه نتاعها المضاعفه نتاعها الى 2 في 2 مسالك. المشروع هذا الطول نتاعو 180 كيلومتر، الكلفه نتاعو الجمليه هي 1,475 مليون دينار. التمويل باش يكون من عند البنك الاوروبي للاستثمار والبنك العالمي، واليوم والحمد لله استكمال ابرام الاتفاقيه مع البنك الاوروبي للاستثمار اللي هي باش تقوم بضخ 210 مليون اورو بالنسبه للمشروع هذا، والبنك العالمي ضخ 203 مليون يورو، والباقي باش يكون على ميزانيه الدوله. تم ابرام اتفاقيه تخص الاشغال نتاع الرواق الاقتصادي هذا اللي باش يربط بين ولايه صفاقس والقصرين مرورا بولايتي القروان وسيدي بوزيد. ان شاء الله في السداسي الثاني نتاع 2025 تنطلق الاشغال. كيف فما اتفاقيه اخرى بين وزاره التجهيز والبنك الاوروبي للاستثمار وتهم المسانده فنيه للوحده اللي هي باش تقوم بالاشراف على الانجاز اللي هي متواجده بالاداره العامه لجسور الطرقات، فيه هيبه 1.7 مليون يورو. وقدمت وزيرة المالية سهام البغدير النمصية أثناء مشاركتها في ورشة اليوم الثاني لمنتدى تونس للاستثمار الامتيازات القانونية التي توفرها تونس لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على المحافظة على هذه الامتيازات وتدعيمها. كما تحدثت وزيرة المالية في تصريحها لنفيسة حسني عن مشاريع قوانين جديدة ستساهم في جلب المستثمرين، من بينها مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالية ومشروع تنقيح مجلة الصرف الذي ستتم إحالته في الفترة القادمة إلى البرلمان. إطار قانوني غني فيه عدة امتيازات على الصعيد المالي وعلى الصعيد الجبائي، احنا اليوم حافظنا عليه رغم أن الامتيازات هي نفقات مالية، نفقات تتحملها ميزانية الدولة، لكن رغم ذلك إيمانا منا بأهمية الاستثمار الأجنبي في تونس هذه الامتيازات حافظنا عليها وعززناها من خلال مختلف الإجراءات التي تم سنها في قوانين المالية الأخيرة من 22، علاوة على بعض مشاريع القوانين التي في طور التجسيم من خلال مناقشتها مع مجلس نواب الشعب، مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي والذي سيخول إلى شريحة التي يصعب عليها النفاذ إلى التمويل البنكي من الانتفاع بخدمات مالية. هناك مشروع مهم يتعلق بتنقيح مجلة الصرف، إن شاء الله في الأيام القادمة ستأخذ طريقها إلى مجلس نواب الشعب. وأعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الريال الورغ السبعي في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم خلال الشهر جويليا القادم إطلاق بوابة الأعمار الرقمية، مشيرة إلى أنه تم الانطلاق في رقمنة الخدمات الإدارية المواجهة للمستثمر التونسي والأجنبي.
انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال. نحن قاعدين نخدم على مستوى رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرين، فيها أولا توحيد مسار المستثمر، نحضره في البوابة الوطنية للمستثمر، ستجمع جميع الخدمات متعلقة بالدورة الحياتية للشركة، يعني سيكل دو في دو لونتربريز سميناه. معناها المستثمر وهو في بلاصته مهما كان في تونس ولا خارج تونس ينجم يدخل عليها ويبدأ يخلق المؤسسة متاعه، يبدأ يشوف في الفرص الاستثمارية، تكوين القانوني المؤسسة مرقمًا 100%. عندنا البحث عن فرص الاستثمار من خلال وضع جميع المعطيات حول الوجهة الاستثمارية التونسية، فيتم إطلاق بوابة إعمار الرقمية للحصول على رخص البناء اسمها إي كونستراكشن، باش تبدأ تخدم في جويليا 2024 على 5 بلديات نموذجية، وبعد سيتم تعميمها حتى المنتصف 2025. وتم في افتتاح المنتدى أمس توقيع عدد من الاتفاقيات في 3 مجالات هامة. يتعلق الأول بالطاقة، وخاصة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المد، والثاني بالانتعاش الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال الدعم المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويتعلق الثالث باتفاق يهدف إلى تمويل مبادرات فك العزلة عن المناطق المهمشة في تونس في مجال البنية التحتية. عودة على هذه الاتفاقيات وقراءة في مدى أهميتها والفرص المتاحة لتونس من خلالها في الورقة التالية. أحلام الجسمي. تونس حيث تلتقي الاستدامة بالفرص، شعار هذه الدورة لمنتدى تونس للاستثمار الذي تم خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات ترتكز على 3 مجالات هامة. يتعلق الأول بالطاقة ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والثاني بالانتعاش الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال دعم تمويلات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والثالث باتفاق مع البنك الأوروبي للاستثمار يهدف إلى فك العزلة عن المناطق المهمشة في تونس. الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى أوضح مدى أهمية هذه الاتفاقيات، مؤكدا استجابتها للحاجيات الأولية في تونس وفق تقديره. الاتفاقيات اللي تصحوا يفرحوا في هذا المنتدى على خاطر كلهم سيدي فينانسمون دو بروجي، دونك ماشيين المشاريع ورخي، كيقولوا فما تقريبا 450 مليون يورو للمشروع الماد نتاع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. الفلوس باش يمشي للحاجة اللي هي مهمة ياس على الانتقال الطاقي وبرنامج تونس الانتقال الطاقي. كي نراو اللي فما 200 مليون يورو ماشيين إعانة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للتمويل متاعهم، يلزمنا نفهموا اللي المؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم أكبر مشكل على الإطلاق هو مشكل التمويل. كي نراو بعد الشبكة نتاع البنية التحتية نتاع الكياسات، وخاصة المشروع نتاع طريق إكسبريس بين صفاقس وكسرين، كيف من الحاجيات الأولية نتاع البلاد. زاد للانقطاع المدرسي، نراو اللي فما 80 مدرسة باش يصير تمويلها و75 حافلة، زاد كيف الاتفاقيات اللي تصحوا الكلهم صاروا حسب دراسة تريز انتليجنت نتاع الوضع الحالي نتاع البلاد وحاجيات الأولية نتاع البلاد. اتفاقيات متنوعة تشمل قطاعات حيوية خلال منتدى تونس للاستثمار الذي يختتم اليوم بمشاركة كبرى الشركات العاملة في مجالات الطاقة والهندسة والصناعات الصيدلانية والغذائية والفلاحة والخدمات المالية. في شأن وطني آخر، بعد أشهر من غلقه من الجانب الليبي عادت حركة المرور إلى معبر راس الجير الحدودية اليوم تدريجيا. يأتي ذلك على إثر قرار وزارة الداخلية الليبية إعادة فتح المعبر جزئيا أمام الحالة الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية، بداية من اليوم على أن يكون الافتتاح الكلي للمنفذ أمام مواطني البلدين في 20 جوان الجاري. مراسلة الإذاعة التونسية عفاف الودرني ومزيد من التفاصيل. بعد اتخاذ قرار فتح معبر راس الجدير الحدودي جزئيا عملا بمحضر اتفاق منذ امس الاربعاء بين وزير الداخليه التونسي ونظيره الليبي، تم اتمام اجراءات دخول سيارتي اسعاف اليوم بانتظار اتمام اجراءات بقيه السيارات التي بها حالات انسانيه. وياتي قرار فتح المعبر بعد اشهر من قلقه من الجانب الليبي، علما وان هذا القرار يشمل فقط الى غايه الاربعاء 19 جوان الجاري الحالات الانسانيه والاستعجاليه والبعثات الدبلوماسيه، على ان
تكون عودة الحركة الكلية يوم الخميس 20 جوان الجاري. ويذكر أن عددا من الليبيين توجهوا صباح اليوم إلى معبر رأس الجزيرة للعودة إلى بلادهم، لكن تم إعلامهم بأن الاتفاق ينص فقط على عودة الحالات الاستعجالية والإنسانية والبعثات الدبلوماسية دون سواها، ودعوهم للتوجه إلى اعتماد معبر ذي بوازن الحدودي من جهة تطاوين إلى حين فتح المعبر كليا. هذا وقد أعلنت مصالح الديوان التونسية جاهزيتها التامة لإعادة فتح معبر رأس الجزيرة الحدود مع ليبيا أمام حركة العبور في أحسن الظروف. عفاف الودرني، مدنينا. وكان وزير الداخلية خالد النوري بحث يوم أمس مع نظيره الليبي عماد مصطفى طرابلسي التعاون الأمني المشترك بين تونس وليبيا ومزيد أحكام تأمين الحدود بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فكر بوزغاية ومزيد من التفاصيل. كانت النقطة الرئيسية بالطبيعة تسريع في فتح معبر رأس جدير لحركة المسافرين ونقل البضائع. تم الاتفاق على عدد من النقاط اللي باش تساعد على فتح المعبر في حالة حسنة، خاصة أنه مع تفهم أشغال جارية من الجانب الليبي في المعبر. التسريع في الأشغال هذه إن شاء الله وفتح 6 مراكز معتها للتسجيل الإلكتروني باش يتم زادة كيف إلغاء معتها هذه كان فما رسوم وغرامات مالية معتها كان مهيش متفق عليها بين البلدين كيف يتم إلغائها. باش يتم فتح 4 بوابات مشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين، وكذلك التسريع في فتح المعبر في الاتجاهين خاصة لنقل المرضى أو الحالات الاستعجالية خاصة سيارات الإسعاف. تنظم اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالشراكة مع بورصة تونس للأوراق المالية تظاهرة بورصة القلب بمقر المجلس البنكي والمالي بتونس العاصمة. هذه التظاهرة ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية ستخصص لحشد الدعم لمشروع إعادة بناء قرية الأطفال بسليان المتداعية للسقوط، وفق رئيس الجمعية محمد مكديش. بطاق الشراكة بين الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS وبورصة تونس الأوراق المالية تنتظم لبورس ديكور بمقر المركز البنكي والمالي بتونس العاصمة. هذه التظاهرة ستخصص لتقديم الدعم لبرامج الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS في نطاق المسؤولية المجتمعية لهذه المؤسسات الاقتصادية، وخاصة لتوفير الإمكانيات لإعادة بناء قرية سليانة، وكذلك لتوفير الإمكانيات للتمويل. الميزانية التسجيل للجمعية خاصة 80% من ميزانيتها هي من دعم الشركات التونسية والأشخاص، ولتطوير البرامج العمل المتاحة وتطوير عدد المستفيدين من خدماتها خلال سنة 2024. والدعوة موجهة لكل الشركات لكل المجامع الكبرى لحضور هذه التظاهرة ولتقديم الدعم للجمعية التونسية لقرى أطفال سواس. تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم في صرف المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات المعوزة بالإضافة إلى صرف المساعدات الظرفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أنه انطلق أمس في خلاص مبالغ استرجاع مصاريف العلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين بمناسبة عيد الأضحى، ويمكن متابعة المبالغ المحولة على المنصة الرقمية centre.eknam.tn. وبمناسبة عطلة عيد الأضحى قررت شركة الجديدة للنقل بقرقنة الترفيع في عدد أماكن الحجز المسبق للسيارات من 20 إلى 30 سيارة خلال جميع رحلتها المبرمجة بداية من الغد الجمعة وإلى غاية يوم الاثنين المقبل. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استهلاك المياه خلال فترة عيد الأضحى وتأجيل بعض الاستعمال الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء من يوم العيد. وأفادت شركة في بلاغ لها أنها ستعمل بصفة استثنائية على تعليق العمل بنظام الحصص خلال فترة العيد لتمكين المواطنين من قضاء حاجيتهم، وتضع على ذمتهم أرقام مقرات الأقاليم بكامل الولايات والرقم الأخضر المجاني للشركة 80119 لتلقي التشكيات. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
في العالم يستكمل حجاج بيت الله الحرام اليوم الوصول إلى مكة المكرمة وأداء طواف القدوم تمهيدا لبدء مناسك الحج غدا الجمعة 8 من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لتصعيدهم يوم 9 من الشهر إلى صعيد عرفة الطهر لأداء الركن الأعظم من الحج. وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس وصول أكثر من 1,500,000 حاج من مختلف دول العالم عبر منافذ القدوم المختلفة. في الشأن الفلسطيني، وفي اليوم 51 بعد 200 من حربها الشاملة، كثفت قوة الاحتلال الصهيونية اليوم غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة من مدينتي رفح وغزة ومخيم النصيرات بقطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إعلان مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة منطقة عسكرية مغلقة. الصحفي الفلسطيني مراد السبع ومزيد من التفاصيل. هذا اليوم 51 بعد 200 للحرب الإسرائيلية على غزة والضفة وقبيل أيام العيد، يسمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال في المنطقة الغربية من رفح بالتزامن مع إطلاق طائرات الأباتشي الحربية وزوارق الاحتلال النار على المنطقة، ما أدى إلى نسف أبنية سكنية بالكامل. الطواقم الطبية هذا اليوم انتشلت جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى غالبيتهم من الأطفال في استهداف منزل لأحد المواطنين في مخيم صيرات. أيضا مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف على منازل المواطنين، وأطلقت طائرات مسيرة حربية من نوع كواد كابتر النار على منازل المواطنين في حي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة. وزارة الصحة في تقريرها اليومي أفادت بارتفاع عدد الشهداء إلى 37,202 من المواطنين وإصابة نحو 85,000 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. في الضفة الفلسطينية لا زالت قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها وتقوم بتخريب الشوارع باستخدام الجرافات المعروفة باسم D9 وتغلق الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات في الضفة الفلسطينية. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في أشغال اليوم الثاني من منتدى تونس للاستثمار، توقيع اتفاقيتي تعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والبنك العالمي لتمويل إنجاز مشروع الرواق الاقتصادية. غدا إمضاء محضر اتفاق تونسي ليبي إعادة فتح معبر راس جدير الحدودية. أكثر من 1,500,000 حاج يستكملون اليوم طواف القدوم بمكة المكرمة استعدادا لبدء مناسك الحج والتوجه لمشعر منى غدا لقضاء يوم التروية. والاحتلال الصهيوني يكثف عملياته العسكرية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.